هذا المبنى الذي يظهر في الصورة الآن هو المكان الذي تتخذه قناصة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح مقرا لها لاستهداف المارة ورعاة الأغنام وكل كائن حي يمشي على الأرض في هذه المنطقة. هنا قرية يعيس، هذه القرية التي هجر منها كل أهلها قسرا بفعل المواجهات المستمرة في هذه المنطقة. نزح أهالي هذه القرية قبل نحو عام ونصف إلى القرى المجاورة وإلى الكهوف والأودية القريبة من هذه القرية. كما تلاحظون الصورة تحكي عن نفسها، لا يوجد أحد من المواطنين في هذه القرية، وأصبحت خاوية على عروشها بفعل التهجير القسري الذي فرضته ميليشيات الانقلاب على أهالي هذه القرية. عمليات القنص مستمرة لكل كائن حي في هذه المنطقة من المواطنين والمارة وحتى سائقي السيارات التي تعبر أحيانا في الطريق العام. فوزي المريسي، قناة سهيل، من منطقة يعيس بمحافظة الضالع.